لا نبدي ان شاء الله. بقية زملائك يسمعوني ان شاء الله. شباب بنات اسمعوا، بارك الله بكم. عيني مصطفى ظل معي، خاف يصير قطوعات، تعرف هسه وقت الذروة بالنسبة للعمل والانترنت، خاف يصير ثقل نعم وتباطؤ، فنتواصل انا وانت عبر الموبايل. نعم دكتور، أكيد إن شاء الله. يلا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى لكم يا شباب باذن الله ان شاء الله، وانتم مشيتوا سنة كاملة، انه تكملون هذه السنة على خير باذن الله، وتقطعون بقية الشوط بكل سلامة، وتتعلمون اشياء ان شاء الله تأهلكم لمهنة شريفة انتم حريصين عليها، وتعبكم وكدكم ما يضيع ان شاء الله عند الله عز وجل. راح اعطيكم محاضرات عن الاندوكراينولوجي بحدود 20 او 22 محاضرة، وتعقبها محاضرات عن الدايابيتس عبر السنة الدراسية كلها ان شاء الله. فبدون قطع يعني، في كل أسبوع عندنا محاضرة واحدة في مثل هذا اليوم، ونتوكل على الله. سامعيني بقية الشباب؟ عيني عينك نعم معك دكتور. يلا بارك الله بكم. اللي يريد يسألني ممكن يسأل مباشر، وراح أجاوبه مباشر يعني، حتى لا يصير بها روحة وجاية ويرفع إيده. خلي يقطعنا، خلي قاطع مثلا سؤال. أنا الآن سامعكم كلكم، ويفضل أن تكون الأسئلة والأجوبة آخر 10 دقائق، يفضل اكتبوها بورقة إذا أكو شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا موضوع اللي راح أعطيكم إياه إن شاء الله هو الإندوكراينولوجي. فتعرفون نبدي بالمصطلح ومعنى المصطلح. كلمة إندوكراين، ماذا تعني إندوكراين؟ إندو إنسايد، معروفة هذه إندو. كراين definition of endocrinology. Endocrinology is the science dealing with endocrine glands. Endocrinology is the science dealing with endocrine glands and their disorders. هذه الاندوكراين جلانس احيانا تسمى ductless glands، يعني الغدد التي ليست بها قنوات، بعكس الاكسوكراين. الاكسوكراين تصنع الهرمون الانزيمات مثلا مثل البنكرياس، وتفرزها الى قناه، وتنزل الانزيمات الى القناه الهضميه لهضم الطعام، هذا الاكسوكراين. بينما الاندوكراين ايضا البنكرياس مثلا باندوكراين فانكشن، انه ما يصنعه من هرمونات لا يذهب الى قناه، ولكن مباشره الى الاوعيه الدمويه المحيطه بالخلايا الفارزه. فالاندوكراين جلانس كلها على هذا الطريقة، ما بها قنوات، ولهذا تسمى ductless بدون قنوات. العرب أخذوا هذا المعنى وترجموا الductless gland إلى القنوات الصم، وإلا معناها الأصلي لو نجي للمعنى هو endo from edo، يعني within and crine from crino to separate. شلون تقول crane to separate؟ يعني ينفصل. separate اذا ترجمها العربي ينفصل وينفرز، اذا endocrine ينفرز within، ينفرز داخليا، ولكن العرب ما ترجموها الى الغدد ذات الافراز الداخلي، ما ترجموها هالشكل، سموها على الاسم الاخر ماله التي بدون قناه. وأيضا إذا يترجموها إلى الغدد عديمة القنوات شافوها شوية مصطلح مو كلش يعني قوي لغويا، فاختصروا الكلام وقالوا الغدد الصم. منين جت كلمة الصم؟ حتى لا تخلطون، لأنه كبار الأطباء يخلطون في هذا الموضوع، يتصورون الصم يعني الأطرش. الصم جمع أصم، وهو الطرش يعني الذين لا يسمعون. هذا مو معناها هنا الصم الذي لا يسمع أو الأطرش، ولكن معناها المسدود، لأنه كلمة صم يصم بمعنى سدة. صمام، الصمامات اللي موجودة في القلب هي سدادات. صمام القنينة يعني سداد القنينة اللي يسد بها. زين، وحتى الأصم منين جت هاي الكلمة؟ أنه أذنه مسدود، أذانهم مسدودة. زين، فسميت هذه بالغدد الصم، يعني المسدودة التي لا قناة لها. وأريد هذا الموضوع ننتهي منه، لأنه
وجدنا أطباء قطعوا شوط كبير من العلم والعمل السريري ووصلوا أعمار متقدمة ويصورون كلمة الصم يعني الطرش الذين لا يسمعون وهي ما لها علاقة بالسمع، حتى الأطرش يعني اللي أذنه مسدودة. صار معلوم؟ ماذا تشوفون العرض؟ أكبروا؟ انكبروا هذا هو. أوكي؟ ماشي؟ لا دكتور واضح. ما واضح. إذن انتهينا من موضوع الترمينولوجي. We are going to deal with the endocrine glands and its function and its disorders and its diseases. Disorder خلل في الوظيفة، عدم انتظام. Disease يعني الأمراض اللي تصيبها. إذا endocrine to separate within بمعنى to secrete within or internally. طيب hormones كلمة أخرى راح نتعامل معها، كلمة hormones. ماذا تعني هذه الكلمة هرمون؟ هرمون from Greek بمعنى هورماو، الأصل الإغريقي هورماو بمعنى to set in motion. To set in motion يحرك، هذا هرمون يؤدي إلى سلسلة من التغييرات بمعنى يحرك. يحرك إيش؟ يحرك سلسلة من الأفعال الكيميائية والبيولوجية والفسيولوجية في الجسم. إذن the endocrine glands secrete hormones and hormones will act at different sites of the body. نرجع إلى التعريف العلمي. Definition of hormones are chemical messengers، رسائل كيميائية. Directly released from endocrine cells into the circulation. أصبحت واضحة. Acting at a distant site. تعمل في موقع بعيد عن الغدة التي فرزت هذا الهرمون. الآن ماذا وجدوا؟ العلم فيه تطور. Recently other functions were discovered for hormones. Other functions. What are they? First, hormones may be neurotransmitters within the nervous tissue. Neurotransmitters, ناقلات عصبية. Number two, hormones may have local action on adjacent cells, not afar. يعني ليس بعيدا. احنا مو قلنا بالهرمونز النقطة الثالثة acting at a distant site. اكتشفوا أنه الهرمونات they may have local action on adjacent cells, على الخلايا المجاورة، على الجيران. Then and this was called paracrine action. Para جانب، مثل تقول parathyroid يعني جار الدرقية. Paracrine يعني action on the nearby cells. ووجدوا أيضا شيء آخر، direct actions on the cells of origin. And this was called autocrine action. يعني يطلع الهرمون ويشتغل على نفس الخلية التي فرزته أو أفرزته. واضح الكلام؟ إذن أصبح عندنا باراكراين وأوتوكراين، ولكن ما زال المصطلح إندوكراين هو الجامع الشامل لكل هذه المكتشفات. إندوكراين سيستم يسمى. زين. How hormones act? First by binding to specific receptors on cell surface or within the cell, maybe on the structures within the cell, or may act on the nuclei themselves. وراح يجينا في المستقبل إن شاء الله في المحاضرات أنواع هذا العمل. إذن hormones act by binding to specific receptors on cell surface or within the cell. Number two, hormones may act by binding to the receptors followed by a cascade شلال of intracellular reaction leading to a certain response. For example, insulin will act on the cell receptor سماها insulin receptors, and after that من يصير التفاعل بين جزيئة الإنسولين مع الريسبتر على جدار الخلية، رأسا
ما بعد الجدار تحدث سلسلة من التفاعلات تؤدي إلى إفراز إلى فتح بوابات أخرى to the glucose، يسموها glucose gates or glucose transporters. إذا شفنا من جهة يفتح ورأسا ينفتح بوابة ثانية تخلي الجلوكوز يدخل إلى الخلايا. We will start. طبعا ليش احنا بدينا بالبيتيوتري؟ بيتيوتري تسمى the master of endocrine glands. The master يعني سيد أو رئيس أو الشيء الأكبر، سيدة الغدد الصم، سيدة الغدد الصم. فنبدأ احنا دائما بها ونتسلسل إلى بقية الغدد. The hypothalamic and pituitary control. Hypo بمعنى under، thalamos بمعنى bed، bed، bed. Then يسموه المهاد. Hypo thalamos bed يعني مهد أو مهاد، مهد أو مهاد لأنه شكله مستطيل. هذا this is the hypothalamus، كأنه bed. فأطلقوا عليها علماء التشريح والهيستولوجي أنه this is the thalamus. Behind below it is the hypothalamus. إذا عندي هنا thalamus، منطقة thalamus، and this is the hypothalamus، and this controls the pituitary itself. على الرغم من أن البيتيوتري جلاند هي سيدة الغدد الصم، إلا أن أكو منظمات إلها. هو الهايبوثالاموس. Functions of the hypothalamus. First, circadian rhythm. Circadian rhythm. Number two, it regulates menstrual cycle. إذن مو circadian، هنا عندي صار monthly rhythm. Monthly. هناك circadian الإيقاع. تعرفون كلمة الرتم، وبعض العرب خصوصا في صفوف المثقفين يسموه رتم، رتم، ويقولوها رتم ربما لا يفهموا معناها بالضبط، إيقاع أو دورة. فمو بس السيركاديان رتم، عندي المونثلي رتم اللي هي المنسر والسايكل أيضا ينظم الهايبوثالاموس. نمبر 3، response to stress. When there is stress, the brain will feel the stress and will send stimuli to the hypothalamus, and the hypothalamus will send the stimuli to the pituitary to accommodate، يعني الاحتواء، to accommodate the stress. وهي شنو؟ كلها رسائل كيميائية، والنتيجة تفرز هرمونات تخلي الإنسان accommodate، يعني يقدر يتحمل or withstand or respond to stress. Number 4، mood regulation. Mood regulation، المود هو المزاج. هذه كلمة مزاج كلمة عربية إلا أنها أسطورية، كانوا يعني من عهد الآشوريين والبابليين وحتى في مصر القديمة كانوا يعتقدون أنه الحالة النفسية جاي من أخلاط في الجسم. مزاج، لاحظوا كلمة مزجة، خلطة، فإما تسمى مزاج أو خلط. خلط جمع مزاج أمزجة، جمع خلط أخلاط. كانوا يعتقدون أكو خلط مادة سوداء فيسموه الخلط السوداوي، أو مادة حمراء وهي الدم فيسموه الخلط السانجويناس الدموي، أو مادة صفراء اللي هي مادة صفراء فيسموه الخلط الأصفر أو الصفراوي. زين، واضح؟ تسمعوني؟ نعم دكتور. نعم دكتور معك. نعم. طيب، وأنا تذكرون كنت دائما يعني أذكر لكم في الدعابة أنه أقول لك يعني إذا نخلط الخلط الصفراوي مع الخلط الدموي الأحمر إيش يطلع لي؟ أي خلط، أي مزاج؟ برتقالي. تخلط شوية أصفر مع برتقالي. برتقالي. بس ما واحد يقول له مزاج برتقالي، لا هو أصفر ولا هو دموي أحمر. فهذه من الأسماء والمسميات القديمة اللي بس لا تبقى الأسماء والمسميات تعرفون من عهد الإغريق، بعضها أسطوري، وكذلك العرب استمرت على مود هو الحالة النفسية، ولكن أحياناً تسمى المزاج. إذن مود ريجوليشن، وكلها راحت هذه المسميات لما اكتشفوا التشريح البشري والخلايا وظائفها، ماذا الأمزجة. نمبر 5، control of the pituitary gland، وهي الوظيفة الأكبر، أنه
الهايبوثالاماس كنترول ذا بيتيوتري جلاند. ذا بيتيوتري جلاند يو نو، طبعا هذا كله لحد الان احنا مراجعه للبيزكس مال فيزيولوجي، يو هاف ستديد فيزيولوجي فيري ويل، الان وي ار جاست ريفايزنج ات. The pituitary gland is composed of anterior part. It is the anterior pituitary that secrete hormones, and these hormones are stimulated or inhibited by the hypothalamus. And also, we have the posterior pituitary hormones, like antidiuretic hormone, vasopressin, like oxytocin, and synthesized these antidiuretic hormone and oxytocin, they are synthesized in the supraoptic and paraventricular parts of the brain, because they are not synthesized by the pituitary itself. The posterior pituitary is just a storeroom. هي عبارة عن غرفة مخزن. Hormones ADH and oxytocin are synthesized in the supraoptic and the paraventricular parts of the brain and pass downward through the port يعني الميناء, through certain vessels. Portal circulation is more shown in the portal of the liver, portal of the kidney, and the portal of the pituitary. They are certain veins that enter the pituitary, and also through nerves. Nerve axons, secretion from the paraventricular and the supraoptic, not only through the vessels, but also through the axons, they go to the posterior pituitary and stored there until the time of need. They pass to the posterior pituitary along axons of the producing cells to be stored there. Now, control and feedback of the pituitary gland. The hormones from the target glands feed back to the pituitary. What does this mean? For example, the pituitary gland secretes ACTH, adrenocorticotropic hormone. هذا وين راح يشتغل adrenocorticotropic hormone؟ يشتغل على الادرينال كورتكس. على الادرينال كورتكس. The adrenal cortex will secrete cortisol. This cortisol will feedback يعني تغذية استرجاعية, يعطي إشارة إلى البيتيوتري أنه تم إفرازه. ف when the pituitary feels that cortisol has been secreted, it will stop secreting ACTH. واضح, هذا هو الفيدباك. وكذلك بالنسبة TSH, Thyroid Stimulating Hormone, يشتغل على الثايرويد. ثايرويد تفرز T4, T4 يتحول إلى T3 Active. T3 يعطي إشارة للبيتيوتري أنه تم العمل بموجبه. رأساً البيتيوتري توقف إفراز TSH. وهكذا مع الجوناتس, مع الأوفريز, مع التستيز, everywhere in the body. Hormones feedback may be negative inhibitory, may be positive stimulatory. Sometimes it does not, the hormone, inhibit the pituitary. Sometimes it stimulate it. When its level is reduced, it becomes stimulating. When its level is increased, it becomes inhibitory. Hormone producing pituitary tumors do not respond to feedback. Pituitary gland is affected by a lot of tumors, and all of them are benign tumors. But the tumors are not controlled by the body. They are out of the control. خارجين على القانون. فما يفيد بهم feedback. خلاص يشتغلون بكيفهم ويفرزون ويظلون يفرزون. يزيد الكورتيزول ما يهمه, البيتيوتري تيومر يظل يفرز. اذا هرمون producing pituitary tumors do not respond to feedback, and this is useful in diagnosis. هذه العمليه راح تفيدنا نشوف اذا نعطي كورتيزول قل مستوى الاي سي تي اتش, بمعنى هذا not pituitary tumor,
اما اذا نعطي كورتيزول والاي سي تي اتش يبقى عالي، بمعنى this is pituitary tumor secreting ACTH. أكو سؤال إلى هذه النقطة رجاء؟ سجلتم ملاحظة ما افتهمتم شيء؟ لا دكتور. أوكي. 78 واحد عيسمعوني شباب الآن؟ 95 دكتور. ما شاء الله. انتوا عددكم اقل من 100 لو اكثر؟ لا دكتور احنا عددنا 100 وتقريبا المفروض 145 هالشكل شيء. بس المشكله انه الميتنج ما يستوعب اكثر من 100. نعم دكتور. فحاليا انا اتواصل مع استاذ زكريا انه راح ناخذ يعني نشتري حسابات حتى تستوعب العدد. استمعت بهذا الشيء ان شاء الله بركتي على المرات القادمه تحال الى شيء افضل. حرام انه ما يسمعون. زين الآن نستأنف. The hypothalamus، هذه هي الآليات، هذه هي خطوط العمل مع البيتيوتري جلاند مع الهايبوثالاموس إلى التارجت جلاند، يعني الأدريست جلاند المستهدفة. hypothalamus will secrete the gonadotrophin releasing hormone and this hormone will act on the pituitary. The pituitary will secrete luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. Luteinizing hormone and follicular stimulating hormone will act on the gonads. Gonads يترجموها في الى العربيه الى الاقناد. اقناد نفس الكلمه تقريبا. زين الاقناد اللي هي الغدد التناسليه gonads. In the male it's the testes and in the females they are the ovaries. So the luteinizing hormone and the follicular stimulating hormone will act on the ovaries. Luteinizing hormone stimulate estrogen secretion. Follicular stimulating hormone, from its name, it maturate the follicles and is responsible about the ovulation. In the testes, follicular stimulating hormone which is responsible about maturation of the follicles in the testes, it will be responsible for the maturation of the sperms, and this is spermatogenesis. While luteinizing hormone in the ovaries stimulate estrogen production, LH, luteinizing hormone in the testes, will stimulate testosterone secretion from Leydig cells. ناخذ another line. Hypothalamus will secrete the growth hormone releasing hormone. Growth hormone releasing hormone. This will act on the pituitary. The pituitary will release growth hormone. And this growth hormone, it acts on most of body tissues. ماكو خلية في الجسم من الجلد إلى الكولون. Every cell in the body responds to growth hormone. ولهذا راح نشوف when there is acromegaly and excess growth hormone secretion, all the body enlarge. The skin will proliferate and produce small appendages في الزوائد بالجلد ويثخن الجلد, and the colon will produce polyps. إذن growth hormone acts on most of body tissues. And how? It will not act directly, but in the target cell, it will stimulate the formation of IGF-1, insulin-like, I here, insulin-like growth factor 1. And this insulin-like growth factor 1, IGF-1, is the active actor from the effect of growth hormone. And it will produce many functions and growth of the body. We have another line, and that's the hypothalamus. The hypothalamus will secrete the TRH, اللي هي thyrotrophin releasing hormone. Thyrotrophin releasing hormone act on the pituitary, stimulate secretion of TSH, and TSH will act on the thyroid gland to secrete T4, thyroxine 4, and this is inactive.
it will change into the active form T3, and this is responsible for metabolism. أنا ما أشرت إلى الـ negative feedback. أنتوا تشوفوه. When there is excess T3, it will feed back on the pituitary to reduce TSH. هذه علامة feedback negative. دكتور بس الـ T3 له اثنين آتم. T3 و T4. T4 very little. T4 little feedback. The main feedback is by the active T3. Yes, you are right. هذا إذا نروح إلى التفصيل صح. You are right. T4 there is little stimulation, not more than 20%, I think, and the main feedback by the T3. Thank you. Another line is the hypothalamus secrete corticotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone will act on the pituitary, stimulate secretion of adrenocorticotropic hormone, ACTH. This will act on the adrenal cortex, and stimulate steroids secretion, and this will act the states of stress. If there is excess cortisol in the body, it will feed back on the pituitary. And look here, not only the cortisol will feed back on the pituitary in this line, but the circadian rhythm and the stress also feedback on the pituitary. What does it mean? شنو stress circadian rhythm؟ سؤال. شو وقت يكون إفراز الكورتيزول أعلى؟ في الليل أم في النهار؟ ما معقولي 99 واحد ما يعرفها. دكتور سمعت السؤال؟ يكون الصبح أعلى. يكون الصبح أعلى وبالليل ما يجينا. تمام. مو هذا اللي ينفرز الصبح ساعة 9 يكون أعلى مستوى، راح يبقى عالي وينزل ينزل ينزل إلى أن يصير الساعة 12 ليلا يصل الأدنى، ثم يبدي يرتفع من 12 ليلا إلى اليوم الثاني يصل أعلى مستوى الساعة 9 صباحا. فهو فرازو mainly to the day, because in the day we have a lot of function, a lot of stresses. That's why mainly all the pituitary hormones are secreted during the day mainly. صح يبدي من بعد من عبر 12 بدا النهار الثاني يبدي يتحضر يفرز. ولكن هو اللي من يفرزه أي يتحضر للنهار القادم التالي. فبالليل يصير ما يكون ويبدأ يزداد والصبح يصير عالي. وأعني إذا it is a day hormone not a night hormone. Only one hormone is secreted mainly at night during sleep. Which hormone? Growth hormone. إحنا حاكيه ربما هذه growth hormone for linear growth. زين الطفل هذا شو وقت يطول؟ بالنهار ده يلعب ويقمز ويركض ويتعارك يطول، إلا أثناء النوم. أثناء النوم طبعا الجواب يصير linear growth. That's why children requires a good time of sleep to grow. زين مو بس هذا، مو بس الأطفال يحتاجون a good time of sleep، كل الخلق وخصوصا الفتيات اللي عندهم الريثم of the MMC menstrual cycle. If they disturb it, ينام بالنهار ويقعد بالليل, the menstrual cycle will be disturbed. لأنه مثل ما شفنا the hypothalamus and the pituitary, especially the hypothalamus, is responsible for the rhythm. فأنت تجي تخرب لي الريثم، الليل كله قاعد إلى الصباح وبالنهار نايم، حتما راح يصير menstrual disturbances وربما البوليسيستيك اوفر ديزيز يجي من عدة أسباب، ربما السهر أحدها ربما. Also إذا هذا هو الريسبونس بالنهار، من يطلع الضوء يشوف stimulation to the pituitary to secrete ACTH. While at night there is inhibitory feedback on the pituitary to reduce the cortisol.
also stress. In cases of stress, chemicals released in the body during stress will feed back on the pituitary to increase the cortisol. What are the stress hormones? Aduhum. دكتور كورتيزول ادرينالين واحد منو ادرينالين ابينفرين ثايروكسين ثايروكسين وغلو غلوكاجون ايضا غلوكاجون واحد من الستريس هرمون اذا هذول تحفظوهم ستريس هرمون لانه بالسرجري راح يجيكم اي ولهم تاثيراتهم الكبيره ليش بالستريس يزيد الجلوكوز ليفل؟ يقول لك والله مقهور وزاد عنده السكر وما يقبل يطيب لانه من القهر السكر، ليش؟ جلوكاجون يزيد الجلوكوز، كورتيزول يزيد الجلوكوز، ابينفرين يزيد الجلوكوز، ثايروكسين يزيد الجلوكوز، زين؟ فهذه كلها الستريس هرمونز يسموها. دكتور؟ نعم. دكتور؟ نعم. بس الستريس يعني يزيد الكورتيزول ريليس ستريس طبعا طبعا وش حكينا قبل لحظه هو ستريس and we have a lot of stress we have psychological stress we have physical stress واضح maybe physical stress like infection inflammation or trauma or surgery هذا physical stress maybe psychological stress emotion tension كل هذا زيد ابينفرين ولهذا تشوفون people with stress they have a lot of adverse effect تصير عندهم angina hyperlipidemia hypertension كلها من الافراز المفرط المستمر للكورتيزول للابينفرين للثايروكسين واضح نعم دكتور واضح طيب عيني. We have another line and that is the hypothalamus. The hypothalamus will secrete the vasopressin antidiuretic hormone, not the pituitary, the hypothalamus in the supraoptic and the paraventricular. And these vasopressin, ADH, will pass through the axons of the cells into the posterior pituitary for storage. And they will act when released to the they will act on the distal convoluted tubules and to water retention. من اسمه واضح antidiuretic المنع للإدرار الهرمون المانع للإدرار كيف يمنع الإدرار يسحب الماء إلى الداخل منين يسحبه يشتغل على distal convoluted tubules هنا من ينسحب الماء إلى الداخل أو الماء يطلع كثيرا من راح يتأثر osmolality and intravascular volume إذا حبس الماء في الجسم osmolality راح تقل يصبح الماء الدم مخفف زين وإذا كانت كمية الماء قليلة وكلها مفرودة إلى الخارج فالosmolality راح يزيد and the intravascular volume راح يقل لأنه ما ماكو هذول الاثنين هم أوزمولاليتي التركيز على الدم أوزمولاليتي ونقصان حجم الدم they will feed back on the hypothalamus فإذا كان الدم مخفف أو low أوزمولاليتي يقول له ما أريد ما بعد خلي يطلع الماء وقف إفراز الأنتيدايوريتيك هرمون فيقل الأنتيدايوريتيك هرمون يبدأ التبول العالي زين ويصير concentration بالبلد والعكس صح مثلا عندنا مرض يسمونه diabetes insipidus diabetes insipidus يسمونه السكري التافه احنا ناخذه في وقته تافه يعني خفيف هذا antidiuretic hormone is absent and the patient will urinate water a lot of the time and there will be increased osmolality يتكثف الدم لانه الماء كله ده يطلع برا now خلصنا الفيزيولوجي يا شباب any question about the basis of the endocrine any question because we are going to start with the endocrine disorders
لا دكتور ما صار اوكي جيد جيد ان شاء الله فاهميها وعائلكم تذكير. Now endocrine disorders we will start medicine now. Endocrine disorders are due to what? Maybe hormone excess. And this may be primary or say hormone excess. Number two, hormone deficiency. Maybe primary or secondary. Hypersensitivity to the hormone. Resistance to the hormone. Non-functioning endocrine tumor. أرجع إلى نقطة نقطة. Number one, hormone excess, primary or secondary. For example, adrenal tumor will secrete cortisol. This is a primary cortisol excess from the adrenal. But sometimes the cortisol secretion from the adrenal in excess is not due to adrenal primary disorder. It is secondary to tumor in the pituitary that secrete ACTH. ACTH عيج كثير والأدرينال تفرز كثير. So this is secondary excess of cortisol secondary to ACTH. And this is called Cushing disease. Cushing disease. هي بها tumor in the pituitary. Cushing disease, ما syndrome. Syndrome مسببات أخرى. Cushing disease, Cushing, أول ما وصف المرض كان أكو pituitary tumor وبينه excess ACTH. هذا واحد. نجي هرمون deficiency. نفسه ناخذ الأدرينال. أو ناخذ مثلا الثايرويد. علش الأدرينال. Thyroid, hormone deficiency, maybe primary. If there is chronic inflammation in the thyroid, like Hashimoto's disease, there will be reduction of secretion of thyroxine. Reduction of secretion of thyroxine secondary to disease and chronic inflammation of the thyroid. For example, Hashimoto's thyroiditis. This is a primary hormone deficiency. But sometimes deficiency of, but due to reduction of the thyroid stimulating hormone, reduction of the thyroid stimulating hormone coming from the pituitary for whatever cause, inflammation in the pituitary or tumor or infiltration, whatever, or primary failure of secretion of TSH. Hypersensitivity to hormone. Hypersensitivity. There is a disease, أكفت حالة تسمى hirsutism. Hirsutism is the abnormal growth of hair in females. Abnormal growth of hair in androgen dependent area. في الوجه. زين؟ وأعلى الصدر. زين؟ هذه يسموها androgen dependent area. شوف الفتاة شابة مرأة بدأ يطلع عندها نمو للشعر in the chins. تبحث عن السبب. There is no cause. تريد تشوف اكو تستوستيرون زايد بالجسم اثر على هذه الفتاة. ما تلقي اي سبب. 15% for example of hirsutism is idiopathic. What is the underlying cause? It is the hypersensitivity to the hormone. وهذا يكون عائلي. انه هذه الفوليكلز hair follicles تتحسس التستوستيرون الهرمون الذكري القليل اللي موجود في جسم الفيميل تتحسسه بشكل عالي يقوم ينمو الشعر. ماكو تستوستيرون زايد ولكن هايبر سنسيتيفيتي تو ذا تستوستيرون تو ذا هرمون ولهذا يصير ايديوباثيك هيرسوتيزم اند ذيس از يوجوالي فاميليال. شوف العائله معظم النساء يصير عندهم نمو غير طبيعي في شعر الذقن. Resistance to the hormone. من يذكر لي disease بينه resistance to the hormone؟ دكتور diabetes. ما بس تقول diabetes لازم تكملها كاملة. Because we have two types of diabetes. Diabetes. Mellitus. Diabetes mellitus
type 2, because in diabetes mellitus type 1, there is absolute deficiency of insulin. نقص شديد للإنسولين. هذه ما بيها resistance. هم ما عندهم إنسولين. type 1 يأخذون إنسولين طول عمرهم. آسف. But in type 2 diabetes mellitus, there is resistance to the action of insulin. أجسامهم بيها إنسولين بس ما يشتغل. Resistance. هذا أكبر مثل. We have non-functioning endocrine tumors. For example, a tumor affecting the pituitary, so the pituitary will stop functioning. Now, we have diseases affecting the endocrine glands. راح نبدأ بهذه الصورة وإحنا أصبحنا على مقربة من النهاية إن شاء الله. ننتهي بالعشرة ونص بالضبط إن شاء الله. كل مصطفى؟ اي نعم دكتور بلاشو. العفو دكتور ما سمعتك والله. العفو شلون؟ عندكم محاضرة بعدها مباشرة؟ نعم دكتور عندنا الطب مجتمع بالعشرة ونص. اي نعم عشرة ونص. اذا احنا قبل خمس دقائق ننهي ان شاء الله. الان راح نجي ندخل قليلا قليلا ببطء الى الاندوكراين ديزيزز. وي هاف وات از كولد اوتو اميون polyendocrine syndromes, autoimmune polyendocrine syndromes, مختصرها IPS, ABS. أنا هذه الكلمة تذكرني بكلمة أجلكم الله القرود. AP يعني قرد. APE. هنا بلاقي ABS. زين. autoimmune polyendocrine syndrome. شنو autoimmune؟ autoimmune معروف. مرض أمراض المناعة الذاتية. الجسم يهاجم نفسه بنفسه. We have about 80 type of autoimmune disease. 80 type. الجسم يهاجم نفسه. الجسم يهاجم الجلد. الجسم يهاجم الدرقية. الجسم يهاجم الأدرينال. الجسم يهاجم الأوفريز. الجسم يهاجم المفاصل. يعمل لي التهاب المفاصل الراين متعدد. يعني يصيب عدة غدد صم أوتوأميون. يعني يؤدي إلى failure of the thyroid and of the adrenal or the adrenal and the gonads. هكذا. إذن أوتوأميون polyendocrine syndromes اللي هي IPS. In IPS there is multiple autoimmune endocrine disorders at the same time. We have type 1 and type 2. In type 1, there is Addison's disease without vitiligo. هسه راح نجي على هذا without vitiligo لأنه نوع 2 with vitiligo. هذا مزيد موجب. Then Addison's disease. What is Addison's disease? Atrophy due to autoimmune damage of the adrenal cortex. When there is autoimmune damage of the adrenal cortex, cortisol will be reduced, so it will result in what is called Addison's disease. راح ناخذه بالتفاصيل إن شاء الله. Addison's disease. And there is hypothyroidism, also damage of the thyroid gland. إذا صار عندي two glands. And also type 1 diabetes, damage of the beta cells of Langerhans. إذا صار عندي three autoimmune disease, the adrenals, the thyroid, and the beta cells of Langerhans. It will lead to reduction of insulin. This is type 1. This is also associated with hypoparathyroidism. Sometimes associated, أما هذول الثلاثة موجودين الأساس. ولكن associated with hypoparathyroidism sometimes. What is the disease? Parathyroid gland also affected. يضرب الparathyroid. مو يجي على الثايرويد, الparathyroid هم يطخها. زين, لأنه الparathyroid مدفونة داخل الثايرويد. Chronic mucocutaneous candidiasis. Chronic mucocutaneous candidiasis. It affects the skin. And the macrophages in the skin will be affected.
So there will be infection by fungi, candida, candidal infection in the skin. هذا لاحظوا mucocutaneous. طبعا النيل هنا عندي fungal infection in the nail, and you know the nail is part of the skin. It is a skin appendage. هنا عندي monilial infection on the tongue, candida, candida. Then monilia candidiasis on the tongue. So this is a mucocutaneous candidiasis. And also there is nail dystrophy. It affects the nail. حتى الأظفر لا يسلم من الهجوم. حتى الأظفر may be affected by autoimmune disease and damaged. This is type 1 APS. We have type 2, also Addison's disease, damage of the adrenal cortex and deficiency of the cortisol. Also, hypothyroidism, and also type 1. نفس هذه الكور, هذه اللبة, موجودة, هذول الأصول اللي البشر ما يعيش بلاياها. Then, Addison disease, hypothyroid, diabetes mellitus type 1, but هنا الإضافات مختلفة. May be primary hypogonadism. It affects the testes and pernicious anemia. What is pernicious anemia? أخذتم بالباثولوجي pernicious anemia. الله ده شوف ما معقولة نقرأ وننسى. أولا أخذتم أم لا يا شباب؟ أخذناها دكتور بس ناسية. يلا مصطفى, مصطفى أنت أول المتحدثين, يجب أن تكون متحدث وممثل لصفك. أخذتمها, تتذكرون شنو السبب؟ شو يصير بها البرنيشس أنيميا؟ دكتور بي 12 ديفيشينسي سيفير. دكتور صح بي 12 بسبب الانتيك اوف بي 12. لا ما خلوني أجاوب. أريد أجاوب دكتور. حكا مومن دكتور الديفيشنسي اوف انترينسيك فاكتور. احسنت, هون العلي. There is autoimmune damage of the intrinsic factor of the cell that secrete intrinsic factor damaged by autoimmune disorder, and if there is no intrinsic factor, B12 will not be absorbed. So that it is not a nutritional disorder, it is an autoimmune disorder. يعني ماكو نقص بتناول فيتامين بي 12, ولكن الخلل في امتصاص البي 12. So this is an autoimmune disease. And also we have vitiligo. شو يسموه الفيتيلايجو in Arabic؟ دكتور البهق. البهق أو البهاق أو المهاق. زين, البهاق أو البهق أو المهاق. شو يصير بينه هذا؟ يصير autoimmune damage of the melanocytes in the skin. Antibodies, autoantibodies will attack the melanocytes in the skin. So they will be damaged. لما الميلانوسايتس تروح من السكن, شو يصير عندي؟ يترك لي بقع بيض في الجلد اللي هو يسمى البهاق. واضح يعني يا دكتور؟ تنعدم الصبغه الميلانين. اي بالضبط, الخلايا الحامله الميلانين تنعدم في مناطق معينه متناظره من الجسم عاده, واذا هذه الخلايا الصبغيه في جلده الراس اتاكت, راح يصير عندي منطقه البهق شيب, تشوفه بقعه من الشيب طالعه في من دون كل هذه, تحتها منطقه بهاق ما بيها ميلانوسايتس ولا ميلانين. زين, واضح؟ واضح واضح دكتور. So this is the first type of disease we see it every day in the endocrine clinic, يعني شغل orders. Then انتبهوا إلى شيء أخير قبل ما أنغادركم. تشوفون هاي الصورة السفلى, هذا الولد المستلقي النائم, شوفوه. اي دكتور واضحه,
هذه الصورة ده شوفوها كبرتها. نعم نعم دكتور. ده شوفوها. نعم. تقدرون تقرأوا لي إيش مكتوب جواها؟ Vitiligo in patient with Addison disease. This illustration was drawn by Addison in his original description. In 1855, when he was in Edinburgh medical student. انتبهت على آخر ثلاث كلمات؟ هذا أديسونز ديزيز كان طالب في كلية الطب في أدنبرا زين؟ وهو وصف المرض ورسمه، هذا رسم أديسون نفسه بذاته زين؟ كان طالب في أعماركم، وصف هذا المرض ونشره ورسمه. شوفوا يستاهل الخلود أم لا، يستاهل هكذا ذكاء وعبقرية. فأنتوا والله في منتهى الذكاء يا شباب، بس طريقة التدريس مالتنا ما عاد تخليكم تفكرون، بس حفظيات، احفظ، كل ذكائك متجه للحفظ، ما عاد يصير بحث تنقيب تفتيش. فحاولوا حاولوا أنتوا أيضا يعني تفكرون تبحثون تفكر في فكرة. يعني كثير طلبة خلدوا أسماء مثلا لانجرهان. لانجرهان كان طالب في كلية الطب لما وصف خلايا لانجرهان زين، واضح. وهذا أديسون أمامكم. نيوتن كان طالب في كلية في لندن، أيضا اكتشف قوانين الجاذبية ووصفها وهو طالب. بيست أند بانتينغ، راح ناخذ مكتشفي الإنسولين. بيست كان طالب في كلية الطب في كندا في مونتريال، واضح. فأريدكم عيني يعني تحولون، لا بس تصيرون حفظة، ها صيروا مفكرين أيضا. إذا استطعتم جدتك فكرة بحث سجلها، سجلها اكتبها اعرضها على أساتذتك، لعل وعسى يعملون بحث أنت معاهم، تجيب فكرة ما خاطرة على بال أحد. فحاولوا توطنون نفسكم على طريقة التفكير العلمي، تحاولون تنتقلون إلى البحث العلمي، لأنه إحنا نخرج مفكرين ما نخرج ببغاوات حشاكم يعني، عرفتوا شون؟ فهذا أحد التوجهات عندنا بالتعليم الحديث، وأرجو أن تساعدونا عليها. اكتبوا كل ما تجيك. أخ قبل عام أنا جاني واحد طالب من طب الموصل عنده فكرة بحث جميلة جدا، والله مشينا بيها مشوى رائعة، ولكن لسوء الحظ كان عدد السامبلات اللي حضرناها قليلة، ما نشر البحث عدد السامبلات على أرانب راح يشتغل. إذن أنا راح أتوقف هنا شباب، وأرجو لكم التوفيق. راجعوا الشيء اللي تسمعونه، لأنه ينسى من يجون زملائكم بصف سادس أسألهم وكأنه ما سامعين شيء. فحاولوا أنه تحفظون حتى جهودكم تكون مثمرة. شكرا، بالتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عفوا.